بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون. أحييكم أيها الأحبة الكرام بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في روضة من رياض القرآن، روضة نتدارس فيها الآيات ونعيش من خلالها كلام الواحد الأحد الخالق الخلاق ذو الجلال والإكرام. ومع برنامجكم الأسبوعي برنامج القرآن علم وعمل، في هذا اليوم حفظكم الله وفي هذا اللقاء نتحدث عن سورة البقرة، وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن سورة الفاتحة وعرفنا أنها أم الكتاب وأنها السبع المثاني وأنها هي القرآن العظيم، وتحدثنا عن فضائلها وتفسير آياتها وعن الأخطاء في تلاوة هذه الصورة. واليوم نتحدث عن صورة البقرة، وسنمضي بإذن الله تعالى في هذه السلسلة المباركة، نتحدث في كل أسبوع إن شاء الله عن صورة من صور القرآن. واليوم حديثنا عن ثاني صورة من صور القرآن، وهي صورة البقرة. هذه الصورة يا كرام هي الصورة الثانية كما تعرفون من حيث الترتيب، وهي أول صورة نزلت بالمدينة، عدد آياتها 286 آية، بها أطول آية في القرآن، وهي آية الدين. هذه الصورة وردت من خلالها فضائل كثيرة، وكما تعرفون هي أطول صورة بالقرآن، مما يعني أنها تحوي العديد والكثير من كنوز كتاب الله عز وجل. سبب تسمية الصورة بصورة البقرة، وذلك لورود قصة موسى عليه السلام مع قومه بشأن القتيل الذي لم يعرف قاتله، فأمر الله موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة أيا كانت، ثم تسلسلت الآيات بعد ذلك. بيّن القرآن الكريم في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولاحظوا أن الله سبحانه أمر أن تذبح بقرة، ولم يذكر نوع هذه البقرة وشيء من تحديد هذه البقرة، ولكن بني إسرائيل عادتهم في الصد عن الحق، وشددوا على أنفسهم في طلب أوصافها، فشدد الله عليهم. وهذه القصة مما انفردت بها هذه الصورة، أي أن قصة القتيل وأمر الله، أمر الله عز وجل على لساني موسى قومه بأن يقتلوا بقرة إلى آخر القصة، بأن يذبحوا بقرة إلى آخر القصة، هي من خواص سورة البقرة. من السنة جاءت التسمية في أحاديث، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة. سماها الرسول عليه السلام بصورة البقرة لورود قصة البقرة فيها، وكما ذكرنا قبل قليل. الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا فضل عظيم،
بهذه الصورة، كون الشياطين تنفر من البيت عندما يقرأ فيه سورة البقرة. لا شك أن ذلك يدل على عظيم فضل هذه السورة. طيب تأملوا معنا الآن، الشياطين تنفر من البيت إذا قرأ فيه سورة البقرة. طيب كيف بحال قلبي وقلبك إذا حافظ هذه الصورة وحمل صدري وصدرك هذه الصورة؟ الله أكبر، فضل عظيم. ولذلك يعني من الصور التي يحرص الإنسان على حفظها ويحرص على مراجعتها هي وبقية سور القرآن، ولكن سورة البقرة آكد من غيرها، يحرص دائما على إتقانها. هناك والله الحمد من يعني تراه يتقن هذه السورة مثل اسمه، بل يعرف رقم الصفحة في كل وجه، ويعرف هذه الآية في أول الوجه ومنتصف الوجه، وليس ذلك إلا لسورة البقرة عن غيرها من سور القرآن. عند هذا لكونها وردت فيها فضائل يعني عظيمة وكثيرة، بل سورة البقرة تشفع لصاحبها يوم القيامة. يعني جاء حديث أن القرآن يشفع لصاحبه بشكل عام، وجاء حديث يؤكد الشفاعة لسورة البقرة، وهذا تأكيد وبيان مزية وبيان فضل، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا بشكل عام، ثم ننظر تأكيد: اقرأوا الزهراوين، البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة. تأكيد، كم الآن وردت من تأكيد في هذه السورة؟ تأمل معي، قال: فإن أخذها بركة، أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. فهذا فضل عظيم في هذه الصورة. فالسحرة والمردة لا يستطيعون ولا يتمكنون في بيت تقرأ فيه سورة البقرة، وكذلك في قلب حوى سورة البقرة. هذا فضل عظيم، يحرص الإنسان بعد هذه الفضائل أن يبدأ طريقه في حفظ هذه الصورة. سورة البقرة ورد من خلالها أعظم سورة في القرآن، بل أعظم آية عفوا في القرآن، بل آية ما إن يقرأها أحد بعد الصلاة المكتوبة ثم يموت إلا ودخل الجنة، وهي آية الكرسي، وردت في سورة البقرة. فهذا يدل على عظيم فضل هذه السورة. سورة البقرة كما يعني مر بنا هي أطول سورة في القرآن، ونحن بعد أن عرفنا بهذه السورة سنذكر شيء من التدبرات في هذه السورة، وسنذكر شيء من التأملات والهدايات. فأرجو منكم بارك الله فيكم التركيز معنا وتأمل ما سنقول، والاستماع لنا استماعا قلبي، لا بمجرد الاستماع بالأذن، بل الاستماع بالقلب قبل الأذن. الآن سنذكر بعض الفضائل في هذه الصورة. قال سبحانه وتعالى، وبعض التدبرات والهدايات في هذه الصورة، قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب. تأمل معي الإشارة إلى القرآن في أول المصحف والتأكيد: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك في كونه حق من عند الله عز وجل، ولا شك في عظمته وفي فضله وفي بركته وفي هدايته وفي رحماته وفي خيراته، لا شك ذلك الكتاب
لا ريب فيه. ثم قال سبحانه: هدى للمتقين، أي أنه هدى، وهذا الهدى الذي احتواه هذا القرآن هو للمتقين الذين لبسوا لباس التقوى. نعم، لبسوا لباس التقوى، عندهم لباس يلبسونه وهو لباس التقوى. لباس التقوى، ما هو لباس التقوى؟ هو أن يجعل العبد بينه وأن يجعل العبد بينه وبين الله عز وجل وقاية، بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي. هذا هو لباس التقوى. إذن من ينتفع من هدايات القرآن هو الذي لبس ذلك اللباس، لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يمر أحدهم في الطريق فينظر، فإذا أمامه امرأة متبرجة في كامل زينتها، ينظر نظرة، ثم بعد ذلك يغض بصره. من الذي جعله يغض بصره؟ لباس التقوى الذي لبسه. لا أحد يرى هذا اللباس، لباس معنوي لا أحد يراه، لكن هذا اللباس ينجي صاحبه من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. لباس عظيم، نسأل الله أن يوفقنا له. الإيمان بالغيب في هذه الصورة، تأمل معي، أول صفة من صفات المؤمنين في القرآن ذكرت هي الإيمان بالغيب. قال سبحانه وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب. هذا الذي هو الفرقان بين المؤمن والكافر، الإيمان بالغيب. لو رأى الناس كلهم خالقهم عز وجل، الجميع سيؤمن ويسلم مباشرة. فالإيمان بالغيب، ماذا يحتوي الإيمان بالغيب؟ أولا الإيمان بالخالق عز وجل، فأنت تؤمن بخالقك سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإيمان بالغيب، تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالجن، تؤمن بما سيكون بعد الموت، كل هذا من الإيمان بالغيب. وهذا اللي كما ذكرت قبل قليل يفرق بين المؤمن وبين الكافر، الإيمان بالغيب. ولذلك هي أول صفة من صفات المؤمنين، أنهم يؤمنون بالغيب ويسلمون. فهم يؤمنون بخالقهم عز وجل، حيث رأوا آياته من حولهم تدل على خالقهم، كما قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. وهذه الآيات الكونية التي نراها من حولنا كلها تدل على خالقها، وأنه واحد أحد، فرد صمد، على حق له العلو، ظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وأول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء. الإيمان بالغيب أول صفات المؤمنين، تؤمن بما سيكون بعد الموت، من ما يكون في القبر من النعيم نسأل الله ذلك، أو من العذاب نعوذ بالله من ذلك، تؤمن بما سيكون في عرصات يوم القيامة، وما سيكون في الساعة من الأحداث، وتؤمن بما سيأتي الآن من علامات الساعة الكبرى والعلامات الصغرى التي لم تظهر، تؤمن بكل ذلك. هذا أول صفات المؤمنين، وهذه الصفة لا يكون المؤمن مؤمنا
إلا إذا تحلى بها الإيمان بالغيب، وهي أنفع وسيلة للمراقبة الذاتية. الإنسان يراقب نفسه مؤمنا بأن الله عز وجل يراه، هذا هو الإيمان بالغيب. قال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب. وقال في آخر الآية وقال في الآية التي تليها قال: وبالآخرة هم يوقنون. لاحظ، اليقين أعلى درجات العلم، ليس بعد اليقين شيء. قال: وبالآخرة هم يوقنون. فإيمانك بالآخرة يقين، كأنك تراه في كل يوم يتجدد معك. وما أدراك، ربما هذا اليوم تنتقل أنت إلى الآخرة، أو ربما الغد، أو ربما بعد الغد. في أي لحظة الإنسان سيغادر هذه الدنيا وينتقل إلى البرزخ، والبرزخ هو أول مراحل الآخرة. فكن مستعدا، كن مستعدا لذلك الانتقال العظيم. وأنت الآن في مزرعة، عندك فرصة للزراعة، كل ما تستطيع بإمكانك زراعته الآن. بعد أن تنتقل إلى الآخرة تتوقف الزراعة ويبدأ الحصاد، يبدأ الحصاد. إن أحسنت الزرع حصدت الحصاد الطيب، حصدت الحصاد الطيب. وإن زرعت السيء وزرعت ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى نلت، نسأل الله العافية، العقوبة والعذاب. فينتبه الإنسان ويحرص على زراعة الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما أجمل لذة الحصاد، الكل ينتظر هذه اللذة، الكل ينتظر تلك اللحظات التي سيقطف ثمار أعماله الطيبة الصالحة في الدنيا. نسأل الله من واسع فضله، الكل متشوق لذلك اليوم الذي يلقى الله سبحانه وتعالى فيه، وينظر إلى خالقه عز وجل، وتعرض أعماله من أمامه. هناك في ذلك اليوم من تبيض وجوههم، وهناك في ذلك اليوم من تسود وجوههم. فأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين قدموا الصالحات وقدموا الطيبات وصبروا وضحوا حتى وصلوا، وأما الذين اسودت وجوههم فهم الذين جحدوا حق خالقهم عز وجل، وابتعدوا وأعرضوا عن دينه سبحانه وتعالى. الجوارح المعطلة عن عملها المعنوي لا تغني عن صاحبها شيئا. قال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يكون عند البعض بصر لكن لا يبصر، ويكون عند السمع لكن لا يسمع، ويكون عنده قلب ولكن لا يعقل. ما السبب في ذلك؟ غشاوة أتت على بصره، فأصبح لا ينظر إلى الحق ولا يرى إلى الحق. نعم عنده بصر لكن ليس عنده بصيرة. تلك الغشاوة التي أتت على سمعه فأصبح لا يسمع، نعم لا يسمع السماع القلبي، لا يسمع ما يحييه، لا يسمع ما فيه فلاحه وسعادته. تلك الغشاوة التي أتت على قلبه
فأصبح قلبه مغلقا عن قبول الحق. تعوذوا بالله من تلك الغشاوة، اسألوا الله العافية، يرى الحق فلا يعرف، بل وربما عرفه ولكن لا يؤمن به. انظروا، ألستم قرأتم قول عم النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب وهو يحلف ويقول: والله إني لأعلم إنك لعلى حق. يعلم ذلك. والوليد بن المغيرة كان يتخبأ ويتسمع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن ويقول: والله إن له لحلاوة، يصف القرآن. لماذا لم يؤمن وهو يعرف أنه حق؟ إنها الغشاوة. تعوذوا بالله من تلك الغشاوة، اسألوا الله العافية. هذه الغشاوة لها أسباب، لها أسباب. هذه الأسباب احذر كل الحذر أن تقترب منها. أول أسباب الغشاوة الكبر والعجب وحب النفس محبة كبيرة جدا، وتقدم تلك المحبة على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك والله عين الهلاك، ذلك والله عين الهلاك. وهذا الكبر والعجب هو الذي يعمي البصيرة. ولذلك إبليس أعاذنا الله منه عصى الله سبحانه وتعالى جهرا أمام الله سبحانه وتعالى عندما أمره بالسجود لآدم عليه السلام، والسبب في ذلك الكبر والعجب والغرور. فتعوذ بالله، تعوذ بالله، واحذر، احذر أن يتسلل إليك داء العجب، داء الغرور. احذر أن تعجب بعملك، احذر أن تغتر بأفعالك وأعمالك، احذر. دائما قدم العمل وقلبك وجل، يعني خائف، خائف من تقصيرك، خائف أن الله لا يقبل منك هذا العمل لتفريطك. تنبه لذلك، تنبه لذلك، يا رعاك الله، لا يتسلل إليك العجب فتهلك. دائما قدم العمل وأنت على وجل، على خوف. وإذا أتاك ثناء على هذا العمل فاحمد الله واشكر الله وقل: ذلك بفضل الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تبرأ من حولك وقوتك. لا تعد الهداية والتوفيق للأعمال الصالحة من إنجازاتك، انتبه، بل قل: ذلك بفضل الله، ذلك برحمة الله، ذلك بكرم الله، ذلك بهداية الله، ليس مني في شيء، اللهم منك وإليك، وليس مني في شيء، فلك الحمد ولك الشكر، اللهم تقبل، اللهم كما يسرت تقبل يا رب العالمين. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الداء الثاني والذي يسبب الغشاوة التي تعمي البصيرة، والله لا يمكن يا أخي يسأل يقول: هل ممكن إعادة الدرس؟ إن شاء الله هناك تسجيل للدرس، ممكن أنك يعني تعود له من جديد، بارك الله فيك، حياك الله أخ منصور. طيب، إذن الداء الأول قلنا الكبر والعجب. الداء الثاني الذي يجعل الإنسان ينعمي عن الحق أو يرى الحق لكن لا يقبل بالحق، ما هذا الداء؟ اتباع الشهوات، بين قوسين الهوى، الهوى. انتبه، لا تتبع شهواتك، لا تستسلم لشهواتك،
الله عز وجل جعل فينا شهوات ليختبرنا سبحانه وتعالى، وهذا عين التكليف، هذا عين الأمانة. من يكون محبة الله، من تكون محبة الله عز وجل في قلبه أكبر من شهواته وحبه لشهواته، فلا يأتي من الشهوات إلا ما أذن الله به، وما حرمه الله عز وجل من الشهوات فإنه يبتعد عنه. والله لا يقف أمام شهواته إلا من كان محبة الله سبحانه وتعالى في قلبه أكبر من أي شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تتأمل هذا يا رعاكم الرحمن. يأتي ويظهر أمامه في جواله إعلان فيه نساء متبرجات، أو يظهر أمامه موسيقى معينة أحبها، أو أحب النظر إلى هذا الإعلان وفيه ما يغضب الله وقد حرمه الله عز وجل، فإنه لا يتبع شهواته ولكن يستسلم لأمر الله ويقول لبيك لبيك يا الله، لبيك وسعديك يا الله، فلا يسلم إلى تلك الشهوات. وهنا أمر مهم جدا يا أخواني، الشهوات يا رعاكم الرحمن حتى تستطيع أنك تتحكم بنفسك ولا تتبع الشهوات، انتبه لا تفرط في الشهوات المباحة. نعم كل شيء مباح إلا ما حرمه الله، لكن لا تفرط في الشهوات المباحة، فإنك إن أفرطت في الشهوات المباحة لم تستطع أن تتحكم في نفسك عندما تشتهي الشهوات المحرمة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذلك الرجل الذي خرج يشتري عنبا شيء مباح، فسأله قال اشتهيت عنبا فذهبت أشتريه، قال له عمر رضي الله عنه أفكلما اشتهيت اشتريت، أي أن الإنسان لا ينبغي أنه كل ما اشتهى شيء مباشرة يسلم له، اشتهى يشتري شيء يسلم له، اشتهى يفعل شيء. حاول أحيانا تقاوم شهواتك حتى الشهوات المباحة لأجل أن تستطيع أن تروض نفسك. هذه النفس مثل الطفل، تحاول تروضها لتستطيع أن تتحكم بها. وثم الإنسان إذا استمر في اتباع شهواته وإن كانت شهوات يعني مباحة، فإنه لن يستطيع أن يصبر على الطاعات، لن يستطيع، ولن يستطيع أن يصبر عن المعاصي، ولن يستطيع أن يصبر على قضاء الله، دائما يروض نفسه. هذا ما تيسر في سورة البقرة في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.